يوم نصبح واحد بيروح منا، كل يوم نصبح واحد بيروح منا، ليش؟ لست أقف بدل الأظلم، كان حياة أحلى من هيك، حين إحنا ولا حاجة، مستقبلنا راح، كل حاجة راح، أتمنى أرجع، ترجع مدارسنا، ترجع دارنا، ويرجع كل أهلي، فقدت صحباتي ثلاثة من مدرستي. مين؟ فقدت أبلتي. أسميهم إيش؟ الأبلة سلمى الزهار انكسر بارها، وأبلتي عفاف انكسرت رجلها، عفاف حجة. 11 شهيد من عيلة تيتا، 11 شهيد من حال التيتا، أخوها، وبين أخوها، وعمها، وأختها، وعيلة كلها بحالها، فقدنا أصحابنا، فقدنا كل حاجة في الحياة، ولا حاجة ضايع. إحنا تعبنا من الحياة، أنا طفلة، أنا حبوبي راحت من المدرسة، من أماني، من سلام، أنا بحكي لكل بقلبي. فيش ولا حاجة ضايع بمدرسة ناحا، مستقبلي أنا نفسي أطلع مهندسة ديكور، مستقبلي راح، كنت الأولى على المدرسة ولا حاجة ضايعني، مدرستنا انقصفت. إحنا شو عملنا؟ إحنا ولا حاجة، إحنا أطفال، إحنا وجهنا براءة، ليش هيك بتعملوا فينا؟ إحنا بدناش أكل، بدناش شرب. أنا مش خايفة من ثنياهم، لو أجي أنا مش خايفة منه، أنا طفلة مش خايفة منه، يجي يقدم على بيوتنا ليش؟ احنا زينا زيه، ليش هم كفروا؟ زي ما الله خلقنا احنا خلقنا، هو زي ما انخلق احنا انخلقنا، ايش معنى صواريخ؟ ايش معنى قصف؟ ما احنا زينا بيحتلوا بيوتنا، يحتلوا بيوتنا، دار قاعدين فيها، قصفوها فوقيه وبقتلوا شبابنا، بقتلوا اطفالنا، لو راح مين ما راح اضل صامد انا؟ نتنياهو مين هذا باقي؟ مين باقي؟ حصل مين باقي؟ مين باقي؟ سرمايت بتسواهم كل كفار اسرائيل. والله ما أنا خايفة منهم، أنا مش خايفة، ضلي صامدة، بتمنى هذا الفيديو يرسل لكل أول واحد تنياهو، لأن أنا مش خايفة منه، بدي يدور علي يدور، مش خايفة ولا من أوتر ولا من طيارة ولا من زنان ولا من حاجة خايفة. أصلاً الحياة إيش؟ اختبار، مش حياة عيش، اختبار هذي. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. إحنا ونكاتل عشان نصرانا، أقصانا، بفديها فلسطين، بفديها تقديرهم، بشكرهم، بقدرهم إنه بقاتلوا عشان قدسي. أنا بدي أكبر، بدي أحج، بدي راح أشوف قدسي، بدي راح أشوف كعبتي اللي بناها سيدنا إبراهيم، بدي أشوفها، بدي أشوف قدسي، بدي أصلي فيه كل يوم، بصبح بصلي، بشكر ربنا على كل حال، على كل حال. الله يأخذ نتنياهو وجيشه كله مع بعض، سامعين؟ الله يأخذ كل واحد نتنياهو. أنا مش خايف من هذا الصاروخ، كل حين بخبطه، وأنا قاعد، أنا صامدة على الفاضي، لو يجي الدبابة ببطل إن شاء الله.